الابتسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. ضيفنا الدكتور أحمد الحاج صالح، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى مديور بدبي. حديثنا عن حرقة المعدة، وللتواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. دكتور أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. يا مرحبا. حرقة المعدة أو يعني ما تعرف أيضا بالحموضة، وطبعا تسميات مختلفة، الارتجاع أيضا الحمضي من المعدة إلى المري، تسميات شائعة ومتعددة لاضطراب يصيب نسبة لا بأس بها من الأشخاص. دكتور، ما هي الأسباب، ما هي العوامل التي تؤدي لهذه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة المعدة هي مشكلة شائعة جدا لدى الناس عديدين حقيقة، والمشكلة دائما تكون بعد تناول بعض الأكلات، وتكون مزمنة عادة عندما تكون المسائل بسيطة شوية، الناس تتحمل المسألة وتتعايش معها، متعودين عليها طبعا ويحسوا أن هذه حرقة بعد الأكل فقط. إلا أنه إذا كانت المشكلة يعني تفاقمت والأعراض زادت، بالعادة تؤدي إلى ارتجاع، وبالذات وقت ما يكون في ارتجاع نتيجة يعني عدم إقلاق الجزء السفلي من المريء اللي يربط المريء بالمعدة، البوابة تكون مش مغلقة بطريقة محكمة. نعم. في حالات زي هذه المادة الحامضة اللي في المعدة ترجع على المريء لفوق، وسبحان الله المادة الحامضة هذه زي النار بالضبط. نعم. تحرق أي مكان ما عدا جدار المعدة اللي بها حماية خاصة بطبقة مخاطية قوية تحمي الجدار المعدة من التآكل. فهذه المادة الحامضة عندما ترجع إلى المريء تسبب زي الحرق في المريء، بتسبب آلام، وقد تسبب أيضا يعني تغيير خلوي على مدى بعيد. لذلك يعني الإنسان عندما تكون الجروح موجودة في المريء لعدم تحمله للآلام هذه، قاعدة يأخذ استشارات طبية. نعم. وفي حالات المزمنة يفترض الإنسان يجي يأخذ استشارة طبية، لأنه هناك أدوية تساعد الناس على التحكم في المشكلة هذه. نعم. ما يحدث ما يتعلق بالمعدة. نعم. ما يحدث دكتور أحمد، للأسف أقول دائما، يعني مثل ما الشخص لما بيعاني من الصداع يسارع ويتناول مسكن الآلام، أيضا يعاني من الحموضة أو الحرقة فأيضا يسارع ويتناول مضادات الحموضة دون معرفة السبب. وطبعا حتى لأي الأدوية اللي بيعتاد الشخص على تناولها دون معرفة السبب، فالمشكلة تبقى قائمة، وقد يكون لا سمح الله يعني وراء هذا الحرقة في المعدة قد تكون أو تؤدي إلى أيضا لا سمح الله إلى سرطان أيضا. نعم طبعا بالتأكيد. نعم. ما في دخان من غير نار، معناها هناك سبب معين. نحن عادة بنبحث ندور على السبب أو المسبب للمشكلة. فمثلا المعدة، في المعدة هناك بكتيريا تسبب 80% من الحالات، من حالات التهابات المعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر. وهذه البكتيريا نسميها إيش بايلوراي، رغم أن اسمها قد تغير الحين لاسم أعقد من هذا. بعد أعقد. نعم نعم أعقد من هذا طبعا، هيليكوباكتر الاسم القديم. نعم. وإيش بايلوراي أو هيليكوباكتر بايلوراي. فهذه البكتيريا ثبت أنه ترتبط ب 80% من الحالات سببها البكتيريا هذه. وبعد اكتشاف البكتيريا القضاء عليها قد يؤدي إلى تراجع الأعراض بالكامل، وبعد الأحيان من إلى الشفاء. أكثر من ذلك أن هذه البكتيريا أيضا ثبت أنها تسبب بعض أورام السرطانية في المعدة، ومنها يعني الليمفوما أو أورام الغدد الليمفاوية، نوع من غاستريك ليمفوما نسميه. بعلاج المضاد بالتخلص من هذه الجرثومة بالمضادات الحيوية، ثبت أن هذا النوع من الأورام أيضا
تختفي أو يصير فيها complete regression أو الشفاء الكامل. لذلك هذه واحدة من الأشياء البسيطة واكتشافها ما هو صعب أبدا، عبارة عن إنسان يجي صايم للمستشفى ويعمل عبارة عن يعطوه دواء معين يبلعه من يعني سائل معين، ونأخذ ينفخ في جهاز وتكتشف البكتيريا هذه، يعني بالتالي تعالج باستخدام كورسات متفق عليها من المضادات الحيوية. طريقة ثانية لاكتشاف هذه الجرثومة هي أخذ عينة من الخروج أو البراز أكرمكم أنتم كرامة، والبحث عن الجينات الناتجة من البكتيريا هذه في البراز، وبالتالي يتم اكتشافها أيضا بالطريقة هذه، وتعطى مع أدوية الحموضة اللي يتناولها الإنسان. أي واحدة من الأدوية اللي يعطيها للأحماض. فهذه واحدة من الطرق اكتشاف السبب الأساسي اللي هي تعتبر هذه البكتيريا الإس بايلوراي اللي ساكنة في المعدة وتسبب تغرحات الاثنى عشر والمسارين حرارة. عندما نرجع تفضل تابع معي الدكتور. عندما نرجع على الارتجاع، إذا كان الإنسان عنده ارتجاع مريء أو الأحماض ترجع لفوق من المعدة، بعد بالذات بعدما يتعشى وينوم الإنسان يحس بأنه في مية حارقة محامدة ترجع للحلق، فالناس أحيانا قد لا يشعر بالأعراض الحقيقية، فيجي لالتهابات الحلق المستمرة، بالتالي يزور دكتور الحنجرة يبحث الحلق فيجد أن هناك ما يدل على حروق حقيقة في الجهاز التنفس العلوي، وبالتالي ينصح المريض باستشارة دكتور البطنة، أو أحيانا بعد دكاترة الحنجرة يحط الإنسان على بي بي آي أو أدوية اللي هي مهبطة للحموضة عادة. ويتم التحسن. أريد أركز عليها هنا في النقطة هذه عند الارتجاع، هو أن التغير الخلوي الذي يحدث لدى المرضى عند حدوث الحروق المستمرة الناتجة من الحموضة هذه، تغير الخلوي هذا قد ينتقل إلى لا سمح الله إلى سرطانات في المريء، وسرطان المريء واحد من أشرس السرطانات حقيقة. لاكتشاف هذه المشكلة إذا الإنسان عنده ارتجاع حمضي مستمر حقيقة، ينصح بإجراء فحص بالمنظار وأخذ عينة من المريء حتى يتأكدوا من سلامة الوضع، ومن ثم وضع الإنسان إلى تخفيض الأحماض المستمرة. نحن لسنا ضد الأحماض، الحموضة لها فوائد كثيرة، وإلا ربنا ما حطها في المعدة حقيقة، لها فوائد. لكن هناك نوع من التوازن دائما ما بين الحموضة والقلوية. دكتور طبعا من الاستفادة أيضا من الوقت، يعني ما يحدث أحيانا وربما في كثير من الأحيان شخص يتناول وجبة ثقيلة، نتكلم بشكل يومي طبعا، سواء كان الدسمة أو غير ذلك، أيضا هناك مخللات وشطة وغير ذلك، ويتناول المشروبات الغازية، ويحلو له بعد انتهاء هذه الوجبة تناول هذه الوجبة لشرب الشاي أو القهوة مع السيكارة، وطبعا يعني تتفاقم المشكلة وتزداد الحموضة، وطبعا يقوم بأخذ مضادات الحموضة. وأنا يعني أتكلم حقيقة بحرقة، لأن هناك استهلاك أعتقد أنه كبير لمضادات الحموضة دون استشارة الطبيب، وحتى هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية أيضا. أوافقك الرأي تماما، لأنه للأسف الشديد مش المرضى فقط، هناك سوء استخدام أدوية إيقاف الحموضة من المرضى ومن الأطباء، والدواء طبعا موجود over the counter وما يحتاج إلى وصفة طبية. وهذه مشكلة مش هنا فقط، في العالم كله، وقد ثبت بأن هذه الأدوية لها مضاعفات ومشاكل تأتي من وراءها. هذه المضاعفات تتسبب في واحد، إنه عندما نوقف الحموضة نوقف امتصاص بعض الفيتامينات مثل فيتامين باء 12 اللي يعتمد على سي فاكتور، ثانيا إلى امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم تكون فيه قلة، بالتالي هشاشة العظام تأتينا مبكرة. أيضا هذا أكثر من كذا، أدوية الحموضة هذه ثبت أنها تسبب التهاب بكتيري يسمونه سودومونبرينوس كولايتس، أو التهابات المسران
الغشائي الكاذب الكاذب نعم. نعم فهذا إذا ترجمة حرفية غدا لا صحيح. أقول أنا دقيق في الترجمة لا الترجمة صحيحة صحيح الكاذب نعم. طيب عندي نعم عندي رسالة وهناك دقيقتين لو سمحت لي أيضا من أجل الحق المستمع أو المستمع اللي أرسلت هذه الرسالة. السلام عليكم، عندي سوء امتصاص داء الزلاقي يعني أو السيليك ديسيز، ما أكل خبز من 10 سنوات، هل من نصائح أو أدوية؟ والله هذه السيليك ديسيز طبعا واحدة من أمراض المزمنة عليها نعم. لا تكون أشياء تمشي ب ب ب دواء معين. هناك طبعا أنواع، واحدة من المشاكل السيلياك هي مشكلة في امتصاص الحديد، وبالتالي يكون عندهم فقر الدم يعني ثامت نسميه يعني، فبالتالي عند تكتشف فقط عندما يفحصوا الدم تكون في أنيميا وما يعرفوا لها سبب. واحدة من الأشياء اللي تدلنا على تشخيص المرض حقيقة. طبعاً لابد من نظام غذائي. نعم، أما إذا كان الإنسان يعني مشخص أورزي بالسيلياك ديزيز، هناك طبعا وسائل كثيرة موجودة لتحكم في النظام الغذائي الذي لازم يتناوله الإنسان والأشياء اللي لازم يتجنبها حقيقة. وهذا أفضل يعني أفضل وسائل العلاج للسيلياك ديزيز هي العلاج بالغذاء، وبالتالي هناك جدول معين يعطى لمريض السيلياك حتى يتبعوا، وهذا موجود مع دكاترة التغذية والجهاز الهضمي خصيصا. على الأخت أو الأخ الذي طلب السؤال هذا عليه أن يتمسك مع دكتور جهاز هضمي واحد. نعم. بالتالي لها طبعا هذا مش غريب ولا خطير حقيقة. نعم. وكل اللي هنالك أنه يحتاج إلى مراقبة الأكل بطريقة جيدة، وبالتالي يعني يعيش حياته طبيعية. نعم. كل الشكر للدكتور أحمد الحارث صالح استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى مديور بدبي. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك. الشكر كل الشكر لك وللمستمعين الذين شاركونا بمداخلاتهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام.